نهنئ ونبارك لكم افتتاح أكاديميات العسكرية في منطقة الشرقية التي تقوم بأعداد قاتلي لدفاع وبناء سوريا المستقبل. انتصاراتكم هي سائر لدماء الشهداء الذين هم قاداتنا المعنويون. عاشت الثورة، عاشت أخوة الشعوب، معا ننتصر ننتصر ننتصر. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أنا أنضم، أنا أنضم بكل قواتي وفكري، بكل قواتي وفكري، في الأكاديميات العسكرية، في الأكاديميات العسكرية، في المناطق الشرقية، في المناطق الشرقية. أكاديمية 13/7 هذا الأكاديميات العسكرية في منطقة الشرقية وتدريبها على أساس الفكر والأخلاق الثورية. وبغض النظر بهذا، ضمن الأكاديميات يوجد اختصاصات، مكاتب خاصة للاختصاصات مثل القناصين والأسلحة الثقيلة وغيرها خاصة للقياديين. وعلى هذا الأساس ندرب كافة القوات السورية الديمقراطية. في بداية هذا الأكاديميات هو تدريب على أساس العسكرية والإيديولوجية والأخلاق الثورية وغيرها. هذا هو أول أكاديميات التي تفتح في المناطق الدير الزور، خاصة المناطق الشرقية مرتبطة بها وغيرها. هذا التدريبات سوف يكون يعطي استفادة كثيرة، وهدفها هو حماية كافة المكونات السورية ومسح والتدريب هنا سوف يبدأ بعدد 150 مقاتل من القوات السورية الديمقراطية. وضمن هذا الاختصاصات يوجد مدة تدريب، مثل كل مكتب له مدة خاصة، مثل شهر يوجد بعض مكاتب أخرى شهرين، مع مكاتب أخرى شهر ونص، حسب اختصاص سوف يكون مدة التدريب حسب المكتب.